الحوثيون يعلنون مبادرة جديدة لجعل عيد الفطر عيدين لليمنيين. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أعلنت جماعة الحوثي عما سمته مبادرة إنسانية جديدة في اليمن أشاعت الأمل بين ملايين اليمنيين بأن يكون عيد الفطر المرتقب خلال أيام عيدين سعيدين في آن واحد بجمع شمل مئات الأسر وإنهاء حالة الشتات التي تسببت بها الحرب. وتلقت مئات الآلاف من الأسر اليمنية بفرح وأمل إعلان رئيس لجنة أسرى جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى عن مبادرة لتنفيذ صفقة تبادل مئات الأسرى على طريق إطلاق آلاف الأسرى لدى أطراف الحرب قبل حلول عيد الفطر. جاء ذلك في تغريدة المرتضى بموقع تويتر قال فيها: نظرا للتأخر الحاصل في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، فقد تقدمنا بعرض جديد لقوى العدوان التحالف عبر الأمم المتحدة يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر المبارك. مضيفا: ليكون العرض مقدمة إيجابية للتنفيذ الكامل للاتفاق، يقصد الاتفاق المعلق مع الحكومة اليمنية المعترف بها لتبادل 2223 أسيرا من الطرفين، بينهم مقاتلون سعوديون وسودانيون. وأردف قائلا: نحن بانتظار ردهم الذي نأمل أن يكون إيجابيا. ويأتي هذا عقب عرض وسائل إعلام جماعة الحوثي لعملية إطلاق سراح 42 أسيرا من قوات الجيش الوطني والمقاومة ضمن ما سمته مبادرة إنسانية من جانب واحد بمناسبة عيد الفطر لإيصال رسالة إيجابية للطرف الآخر. أثارت هذه الخطوة التي سمتها جماعة الحوثي مبادرة إنسانية من طرف واحد ذات وصول وفد عماني إلى صنعاء جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين متسائلين عن مقابل هذه المبادرة من جانب الحكومة اليمنية المعترف بها والتحالف بقيادة السعودية والإمارات. Yeah.